صباح خير لك ولضيفك وللمشاهدين. صباح خير. أهلا وسهلا فيك. هل سيذهب النائب وليد جنبلاط إلى حكومة مواجهة أستاذ ظافر؟ يعني ست لانسي تعرفي موقفنا تماما، دعوتنا الدائمة للتوافق الوطني العريض حول كل الاستحقاقات اللي الداهمة على البلد، وتحديدا سواء موضوع الحكومة أو موضوع قانون الانتخابات. هذه الدعوة بالنسبة لنا، هذا الموقف لازلنا عنده، لأنه مواجهة كل الاستحقاقات ما ممكن إلا تتم يعني أكبر قدر ممكن من التوافق بين القوى السياسية من إيجاد المساحات المشتركة. وإذا كان خيار التوافق هو الخيار الأمثل بهذه المرحلة، إلا أنه هذا بنفس الوقت يعني بيتطلب من كل القوى السياسية أولا عدم يعني وضع الشروط التعجيزية سواء بموضوع تشكيل الحكومة أو في موضوع قانون الانتخابات، وبالتالي عدم دفع الأمور باتجاه يعني خيارات بعتقد خيارات مرة على كل اللبنانيين في حال ذهبنا إليها، سواء حكومة الأمر الواقع اللي عم ينحكى عنها أو يعني لا سمح الله في حال لم تتشكل حكومة نحن ذاهبين للفراغ، من الفراغ ذاهبين للفوضى، وبالتالي الأثمان عم يدفعها اللبنانيين كلهم سوا. من هون مطلوب من كل القوى السياسية عملية التسهيل، يعني التواضع في يعني وضع الشروط، لأنه بالآخر مصلحة البلد على المحك، وإذا ضربت هذه المصلحة إذا ضرب الاستقرار لا سمح الله الأثمان هي يعني على الجميع مش على طرف دون آخر. بس هيدي يعني اللغة، هيدي اللغة شو بتعني أستاذ ظافر؟ بتعني إنه النائب وليد جنبلاط تلمس الذهاب إلى خيار مر يعني، وكما يقال اليوم بأنه سيذهب مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى تأليف حكومة يعني ما رح يتمثل فيها الفريق الآخر؟ بالنسبة لنا نحن لازلنا على تواصل مع مختلف القوى السياسية، عم نكثف الجهود، وهذا أيضا يعني مطلوب من كل الأطراف مش بس منا نحن، يعني المسؤولية لا تقع علينا فقط كقوى سياسية وكحزب التقدم الاشتراكي وعلى الرئيس وليد جنبلاط وحده، يعني هذا الحرص لازم يكون من قبل الجميع، يعني لحتى نوصل لمخارج للأمور. نحن مستمرين بالتواصل مع كل الأطراف لإيجاد مساحات مشتركة حول كل الأمور المختلف عليها واللي ما عم تنجز الحلول بشأنها. حتى الآن هذه الاتصالات مستمرة، النقاش، الكلام حول الصياغ، حول التشكيل الحكومي، نحن لازلنا بهذا الإطار. عم بقول انه كل الاطراف معنيه، كل الاطراف بتوقع عليها المسؤوليه بانه تسهل عمليه التاليف، وانه كمان تتقدم بخطوات يعني باتجاه الاخرين. هيدي مسؤوليه الكل اليوم لحتى نوصل يعني لمخرج ما تدفعنا الامور لخيارات لا سمح الله ما حدا بيرغبها. بس انتم حاطين صرتوا احتمال ان تدفع الامور النائب وليد جنبلاط وجبهه النضال الى اتخاذ موقف إلى جانب فريق دون الآخر، وأنه يغير موقفه اللي حطه السقف العالي اللي هو حكومة وحدة وطنية. ست نانسي، نحن على الإطلاق نحن لازلنا عم ندفع باتجاه التوافق بين القوى السياسية، والدليل على ذلك هو تواصلنا الدائم، تواصلنا المكثف مع كل الأطراف. ويعني امبارح كان في لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري بهذا الإطار. على الإطلاق نحن يعني احتمالاتنا لازلنا عم نشتغل على احتمالات التوافق، على احتمالات يعني تشكيل حكومة يتمثل فيها كل القوى السياسية، لحتى نقدر يعني نحمي استقرارنا، نحمي وضعنا بظل هذه الظروف اللي عم نعيشها على المستوى الداخلي، وبالتالي ما يحصل حولنا بالمحيط. هذا الخيار الامثل، هذا الخيار الافضل، انه نروح على توافق بين القوى السياسيه حول هيدي الاستحقاقات. بس هل صحيح استاذ ظافر؟ برجع بكرر وبقول ست نانسي، برجع بكرر وبقول هيدي مسؤوليه كل الاطراف. هل صحيح ان الرئيس بري ابلغكم بان وابلغ النائب وليد جنبلاط والمفادين الذين حضروا الى عين التينه بانه بين فريق الثامن من اذار والنائب وليد جنبلاط كان في اتفاق سياسي، وقال له حرفيا نحن بينينا قرارنا السياسي بتسميه الرئيس سلام على اساس موقفك السياسي بعدم الدخول في حكومه وعدم تسهيل اي حكومه لا تكون حكومه وحده وطنيه ويتمثل فيها الجميع؟ ونحن لازلنا عند هذا الموقف، لأن الحكومة تتمثل فيها كل القوى السياسية.
لكن اذا كان التوافق اللي نحن عم ناشده، التوافق اللي عم ننشده او اللي عم نحكي عنه، اذا كنا عم نتحدث عن حكومه وحده وطنيه، هذا لا يعني بالوقت نفسه كمان وضع شروط تعجيزيه امام عمليه التاليف. فمن هون كمان الطرف الاطراف كلها سوا مسؤوله كيف تقدم خطوات تسهيليه باتجاه عمليه التاليف. اذا كان التوافق هو مصلحه وطنيه نحن متمسكين فيها، اذا كان التوافق وحكومه الوحده الوطنيه اللي بتمثل فيها كل القوى السياسيه نحن شايفينها هي الخيار الافضل والامثل، لانه هذا واقع لبنان السياسي وهذا واقع لبنان الاجتماعي وهذا واقع لبنان الطائفي بالاخر، اذا كان هذا الخيار الامثل الا انه هذا يعني لازم يحفز كل القوى السياسيه لانه تدفع باتجاه تسهيل الامور وليس تعطيلها، تعطيلها رح يؤدي للفراغ والفراغ الى الفوضى اللي بعتقد محظور كبير. بس التعطيل عم بتقول رح يؤدي، التعطيل يؤدي الى الفراغ لكنه لن يؤدي الى المواجهه. هيدا ابغض الحاليه عندكم؟ حتما نحن اولا نحن اي خيار بالمواجهه بالنسبه لنا غير يعني غير وارد، نحن كل المساعي اللي عم نقوم فيها، كل الجهود اللي عم نقوم فيها، لانه نحن بعيار استاذ ظافر الناظر، يعني الناس بعدها خايفه انه ان تتكرر اي تجارب اللي السياسي اللي عم نحكيه من فتره لهلا لحتى ما ناخذ البلد على على المواجهه، الحرص على الانفتاح على الجميع، التواصل مع الجميع، الكلام مع الجميع بكل الاستحقاقات، الحرص على ايجاد مساحات مشتركه بين الكل حتى ما نروح على اي مواجهه، لكن برجع بقول هيدي مسؤوليه الجميع مش مسؤوليتنا نحن بس. ان شاء الله تكون فعلا يعني الاجواء لا تكون بالحديه اللي عم تتصور فيها، وشكرا لك الامين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي استاذ ظافر ناصر.